الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات، قال: وعن أبي سروعة عقبة من الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أولها أن الرضاعة يكفي فيها شهادة واحدة، وتكون هذه الواحدة ثقة، فإذا كانت معروفة أنها صادقة وأنها ثقة فإنه يقبل قولها. والدليل على ذلك أن عقبة رضي الله عنه عندما تزوج بنتا جاءت هذه المرأة وقالت: إني أرضعتك وأرضعت هذه التي تزوجت، فقال لها: أنت لم تخبريني بهذا وأنا لا أعلم ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هو في مكة والنبي في المدينة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما حدث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يعني قيل أنها قد أرضعتك وأرضعت زوجتك. ففارقها عقبة وتزوجت غيره، وتزوج عقبة غيرها. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي الاحتياط في مثل هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل؟ يعني احتط لنفسك والفروج يحتاط لها. وهنا مسألة أخرى، وهي أنه يشد الرحل إلى طلب العلم. فعقبة عندما جاءته هذه المسألة ولم يعلم فيها حكما، شد الرحل من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها. والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في هذا الوقت، ولكن من أراد العلا وأراد جنات النعيم وأراد العلم النافع فإنه تهون عليه هذه المصاعب وهذه المتاعب. فسافر من مكة إلى المدينة من أجل أن يتعلم مسألة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالحكم الشرعي فيها. والرضاع لا يكون محرما إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني في أول سنتين، فإن زاد عن السنتين فإنه لا يعتبر رضاعا محرما. والثاني أن تكون هذه الرضاعات أن تكون خمس رضعات. وهل يشترط أن تكون مشبعات؟ لا يشترط. الصواب في المسألة أنه لا يشترط أن تكون مشبعات. فلو أرضعت المرأة الصغير خمس رضعات في جلسة واحدة، كأن تأخذه إلى ثديها ثم تبعده ثم مرة أخرى ترضعه خمس مرات تفعل ذلك، فإنها تجزئ. وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله. الشرط الثالث أن يكون هذا اللبن من المرأة من زواج صحيح، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا درت لبنا سواء كانت من زواج أو من غير زواج فإنه يحرم، لأن بعض النساء، وهذه نادرة، يعني تدر حليبا أو تدر لبنا وهي غير متزوجة، تكون بكرا، ولكن له هرمونات في الجسم ونحو هذا فإنها تدر لبنا. فهل يحرم؟ أكثر العلم أنه لا يحرم، وذهب بعض أهل العلم، وهي رواية في المذهب، أنها تحرم، وهذا هو الصواب، أنها تحرم، لأن المدار على اللبن، المدار على اللبن. فإذا درت اللبن وأرضعت فإنه يحرم، بشرط أن تكون هذه الرضعات خمس رضعات وأن تكون في الحولين.
قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله: معناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وهذا الحديث لا شك أنه قاعدة نبوية عظيمة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة في الورع، أن الإنسان يدع ما يشك فيه ويأخذ الأمر الذي لا يشك فيه. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في الحديث عندما رأى تمرة على الأرض فقال: لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ورعا، لأنها محل شك قد تكون من مال الصدقة، يعني الصدقة الواجبة وهي الزكاة. فهذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم وقاعدة نبوية عظيمة ينبغي أن تكون نبراسا للمسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد. هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يدل على ورعه، ولا عجب أن يكون أبو بكر الصديق ورعا، لأنه تعلم من مدرسة النبوة، من مدرسة الرسالة، من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة تدل على ورعه رضي الله عنه وأرضاه، وهو حري بهذا الورع وبهذا الكمال العظيم وبهذه المنقبة العظيمة. فقد كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عبدا مملوكا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ منه الخراج. ما هو الخراج؟ يقول لهذا العبد المملوك: اذهب واشتغل وتعطيني كذا وكذا، وما بقي فهو لك. وهذه المسألة، مسألة المخارجة، إذا كانت بين العبد وبين سيده فلا بأس بها، وإن كان فيها شيء من الجهالة والغرر لكنه معفو عنه. لماذا؟ لأن العبد أصلا هو مال، فما يكسبه من المال فهو لسيده في الأصل، ما يكسبه من المال هو لسيده. ولكن إذا قال له سيده: ما زاد على كذا وكذا فهو لك، فهو تبرع من السيد لهذا المملوك، تبرع من هذا السيد لهذا المملوك. والمملوك هو العبد الذي يباع ويشترى، وليس هو الخادم أو العامل أو الأجير. بعض الناس ما يفرق بين هذا وهذا، الذي يكون اليوم أجرا، مثل ما أنت أجير عند شركة، أجير عند حكومة، هو أجير عندك، ليس عبدا مملوكا. فإذن المخارجة إذا كانت بين عبد وبين سيده فإنها لا بأس بها، لأن الأصل أن العبد المملوك هو مال للسيد. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرسل هذا الغلام ليشتغل على مخارجة بينه وبينه. فجاء مرة هذا الغلام وقال لأبي بكر بعد أن أعطاه الخراج أو أعطاه شيئا، أبو بكر أخذه لأنه من الخراج، وأكله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أكله في ظنه أنه حلال. فقال له هذا الغلام: أتدري يعني من أين أتيت بهذا المال؟ أبو بكر ما يعلم. فقال له هذا الغلام: هذا تكهنت به في الجاهلية وكنت لا أحسن الكهانة. والكهانة حرام، سواء تحسنها أو لا تحسنها، لأنها ادعاء علم الغيب وهي كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد. فالكهانة حرام، سواء يحسنها أو لا يحسنها، لأنها ادعاء علم الغيب. فعندما علم ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا عمل؟
أدخل يده في فمه فقاء كل ما في بطنه حتى لا يدخل في جسده شيء من الحرام. وهذا لا شك أنه من أعظم الورع، مع أنه رضي الله عنه لو ترك هذا الطعام فإنه لا يؤثم عليه لأنه لا يعلم، وهذا معفو عنه، ولكن لكمال ورعه وخوفه من الله عز وجل فإنه أدخل يده في فمه حتى أخرج ما في بطنه. وهذا الإدخال ليس أمرا سهلا، لأنك بمجرد إدخال اليد لا يخرج ما في بطنك، فدل على أنه بالغ في الإدخال حتى قاء رضي الله عنه وأرضاه، حتى لا يتغذى جسمه الطاهر من شيء فيه ريب أو شك أو حرام رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه ورع عمر رضي الله عنه، وإن قلنا عن أبي بكر الصديق لا عجب أن يكون ورعا، كذلك يقال عن عمر، فهما سيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما منه بمنزلة السمع والبصر رضي الله عنهم وأرضاهم عن جميع أصحاب رسول الله. فقد فرض للمهاجرين رضي الله عنه خراجا من بيته المال، يعطيهم 5000 من بيت مال المسلمين لحق المهاجرين، وأعطى ابنه عبد الله رضي الله عنه أعطى المهاجرين 4000، وأعطى عبد الله بن عمر 3500، أنقصه 500 عن بقية المهاجرين. فلما سأله الناس عن ذلك قال عمر رضي الله عنه إنما هاجر به أبوه، ولم يعني يهاجر بنفسه، فلم يسوه مع بقية المهاجرين. والناظر في المسألة أن عبد الله بن عمر يعتبر من المهاجرين، فلو أعطاه كاملا ما أعطى المهاجرين فلا بأس، ولكنه لورعه رضي الله عنه وأرضاه أنقص ابنه لأنه هاجر مع أبيه ولم يهاجر بنفسه. فانظر إلى ورع عمر، وانظر أيضا إلى تسليم ابنه عبد الله رضي الله عنه، فلم يعترض على حكم أبيه بل قبل ما جاء به أبوه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل على ورع الصحابة وعلى كمال خلقهم، وخاصة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه هذه تعتبر منقبة عظيمة له، وذلك لأن الحاكم في الغالب إذا استولى فإنه يستأثر، وهذا هو الغالب إلا ما رحم الله، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يستأثر بل أنقص، ولا شك أن هذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب قال وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث في سنده من هو ضعيف وهو عبد الله بن يزيد الدمشقي، ولكن هذا الحديث تدل عليه أو على معناه بقية الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فمعناه صحيح. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يعني يدع شيئا من المباح حذرا مما به بأس، يعني تجعل بينك وبين الحرام حواجز بترك بعض المباحات. ليست هذه المباحات محرمة، ولكن إذا خشيت أن توصلك هذه المباحات إلى الوقوع في الحرام أو في الشبهات فإنك تبتعد عنها حتى لا تصل إلى ما بعدها. فليس هذا الحديث معناه تحريم المباحات، وإنما معناه أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا ولو بترك شيء من بعض المباحات، وهذا لا شك أنه لا يفعله إلا عباد الله الكمل. لذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعملون بمثل هذا الحديث، أنهم يضعون بينهم وبين الحرام حواجز من المباحات يبتعدون عنها حتى لا يصلون إلى الوقوع في الحرام. فلا شك أن هذا الباب باب عظيم ينبغي للمسلم أن يعتني به.
خاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف في أول هذا الباب، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على كل خير وأن يجنبنا كل شر، والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.